من بغداد أهلا بكم مشاهدي الكرام وعلى الهواء مباشرة وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي من بغداد. أحبتي المشاهدين، يعني يبدو أن هنالك ظروف عند السيد الضيف الذي سينضم إلينا في هذه الحلقة، أحاول إلى حد وصوله أن أستثمر هذا الوقت لمناشدات كثيرة إلى مواطنين جاءتنا عبر صفحة قناة التغيير وفي اتصالات هاتفية وشبكات التواصل الاجتماعي. وحقيقة الموضوع أن نحن طالما ناشدنا وطالما قلنا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى إلى ضرورة الاهتمام بالناس وتقديم الخدمات إلى المواطنين والحفاظ على كرامة المواطن، لأنه الخدمة التي تقدم إلى المواطنين هي ليست منه من أحد، وماكو واحد راح باع أغراضه وقدم خدمة للمواطن. خدمة المواطن خدمة مقدسة، والمسؤول في أي مفصل بالحكومة وفي الدولة العراقية يجب أن ينتبه وأن يعي حقيقة واحدة، أنه موظف عمومي يؤدي خدمة عامة، يدير أموال الناس بالنيابة عنها، ويجب أن يكون أمين، ويجب أن يكون نزيه، ويجب أن يكون متواصل، ويجب أن يكون لديه انتماء حقيقي مع الناس، يشعر بما تشعر ويتحسس لما تريده، ويكون فاعلا وعاملا أمينا ونظيفا على أن يقدم الخدمات إلى الناس بالمستوى الذي أولا أن يرضي ضميره، وقبلها أن يرضي الله، وأن يؤدي هذه الأمانة بالاتجاه الذي يخدم المواطن خدمة حقيقية. بالحقيقة واحدة من المناشدات والأمور التي توقفت عندها كثيرا في رسائل وصلتني، وحتى أنه الأخوان زاروني إلى البيت وقدموا مظلومية، يعني ما أعرف أنا شو أسميها، المناطق اللي هي ذراع دجلة اللي يسموها أطراف بغداد، هذه المناطق سكنتها صار لهم عشرات السنين أراضي تم العقد عليها من أيام الإصلاح الزراعي في الحكومات السابقة، تجددت عقود هذه الأراضي. تفاجأ هذه العوائل بأن هنالك أطراف تأتي لتقول أن هذه الأراضي يجب أن تسلم، ولا أحد يعرف حقيقة هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا، مرة يدعون أنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي، ومرة يدعون أنهم ينتمون إلى ديوان الوقف الشيعي، وبالتالي يطلبون من الناس أن تسلم هذه الأراضي تحت أي عنوان، تحت أي فقرة، أنا ما أعرف. وتم الاتصال صراحة بالقيادات الأمنية، السيد قائد الفرقة الثانية والسيد قائد عملية بغداد، مشكورا تجاوبوا وتفاعلوا مع هذه القضية بالمستوى المطلوب. لذلك أنا أخاطب الأخوة في الوقف الشيعي أنه إذا كانت هذه الفرق وإذا كانت هذه الناس تنتمي إليكم، فأولا يجب أن تقدموا للناس تفسيرات ما الذي يجري ولماذا هذا الاستهداف. نحن نحاول في كل مناسبة أن ندعم الأمن وأن الأمن يستتب بدون أن ندخل في متاهات مع الناس. الناس تحتاج خدمات وليس تحتاج أن تصادر أراضيها وأملاكها وندخل في صراعات لا مبرر لها، وبالتالي مطالب أن هذه الجهات تكشف عن نفسها، لأن أنا متأكد أنهم لا يمثلون الوقف الشيعي. الوقف الشيعي مؤسسة حكومية، ولا يمثلون الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اللي باع دمه وقدم تضحيات كبيرة من أجل أن يحرر الأرض. الحشد الشيعي لا يغتصب الأرض، كلهم عراقيين وأهلنا ومسؤولين، الدولة مسؤولة عن حمايتهم وعن كرامتهم وعن أراضيهم. لذلك أنا أوجه هذه الرسالة إلى ديوان الوقف الشيعي وإلى السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي والأخوة القيادات الكرام في الحشد الشعبي أن يفهموا حقيقة هذا الأمر. الشيء الثاني أيضا، هناك رسائل كثيرة وصلتني من مجموعة من المنتسبين في ديوان في وزارة الصحة في صحة نينوى. هذه شريحة متكونة من 198 موظف. هذه المناطق اتعرضت لما تعرفون لاحتلال من داعش، وهذا الاحتلال كان مميت وكان مدمر. الناس تركت بيوتها وراحت الى مكانات تم تهجيرها من هذه الاراضي، قسم من عدهم راح خارج العراق، قسم نزح، وبالتالي رجعت الناس.
الكل رجعوهم الا هاي ال 198 موظف في وزاره الصحه. زين هو بيته راح، ماله راح، سيارته راحت، مدخراته راحت، بقت عنده هاي الوظيفه. تحت اي حجه كان من المفروض ان تكون هنالك مرونه في التعامل؟ وهذا الكلام انا اوجهه الى السيد وزير الصحه المحترم للاخذ بنظر الاعتبار، علما انه دار الصحه اثنين وخاطبت الوزاره، والوزاره خاطبت الامانه العامه لمجلس الوزراء، والامانه العامه لمجلس الوزراء ما عندها مشكله. فاللي ارجوه انه يتم الاهتمام بهذه الشريحه وبهذه المواطنين، وتحديدا قضيه المناطق اللي تم احتلالها من قبل داعش. هاي الناس ما عدت غير بقت بس فقط رواتبها، والموظفين ما عدتهم إمكانيات سوى هذا الموضوع. لذلك أنا ركزت في بداية الحلقة على ضرورة الخدمات وتقديم الخدمات للمواطنين، ويجب أن نتمتع بالمرونة ونتمتع بالنزاهة والإنسانية بالتعامل مع المواطن العراقي، لأن المواطن تعبان، المواطن بحاجة إلى خدمات، المواطن قدم، المواطن ضحى، المواطن وقف مع الدولة في أصعب وأحلك الظروف. بالتالي الدولة مطالبة أن تقف مع المواطن، وهي مأمورة بأن تقف مع المواطن، لأن هذا من واجبها. الأخ وزير الصحة أرجو الانتباه لهذه القضية، وننتظر رد صحة نينوى أو وزارة الصحة على هذا الموضوع. كذلك أنه أنا أنتظر رد من الأخوة في الوقف الشيعي ومن الحشد الشعبي حول قضية شاطئ التاجي. أيضا ينضم أن الأستاذ النائب عدنان دبوس عن ائتلاف الوطنية، أهلا وسهلا. نائب السابق. نعم نعم. يا أهلا وسهلا، حياك الله. يا أستاذ نجم، يا مرحبا، كل أهلا بك. يعني أنا قبل عرفت تخلف الله عليك إجيتنا في وقت، لكنه الظروف حصلت بهذا الشكل. أنا كنت أتكلم عن قضية الخدمات التي يجب أن تقدم إلى المواطن، كان هذا المحور الأساسي. هنالك سياسة وكأنه تفهمها مقصودة في عدم تقديم خدمات إلى المواطن العراقي. إذا كانت الميزانية 100 وفوق 100 ماكو، إذا جو 100 ماكو، تعبر ماكو. ليش هذه السياسة ما زالت تسير أو تنحى بهذا الاتجاه؟ تحياتي لك وللمشاهد الكريم. أستاذ نجم، أنت حقيقة إعلامي يعني قريب من قلب المواطن العراقي، لأن دائما تسلط الضوء على أمور تهم حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك أحييك من هذه القناة على هذه الروح الوطنية الوثابة العالية جدا. ربي يسلمك شيخنا. تقديري الشخصي أنه أنا دائما أؤكد وأقول بأن أكو قضية مائعة وسائبة في عملية تكوين النظام السياسي بالعراق، باعتبار أن ليس هنالك مسؤول واضح عن الدولة العراقية. صح أكو فتشي رسمي اسمه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ولكن واقع الأمر هنالك تداخل بالسلطات والصلاحيات، وهناك نفوذ لجهات متعددة في الدولة العراقية، منها رسمية ومنها غير رسمية، ومنها الدولة العميقة، ومنها ميليشيات، ومنها جهات متعددة جدا تلعب دورا كبيرا في إذابة الجهة التي نستطيع أن نحاسبها على عملية الخدمات ومشاكل من اختصاص الدولة، يعني الموظفين الدولة العراقية. وبالتالي تداخلت الأمور بشكل واضح، مما أثر سلبا على المواطن العراقي بأنه لا تقدم لديه إليه خدمات، ناهيك عن استشراء ظاهرة ليس لها نظير في الكرة الأرضية كلها، هي ظاهرة الفساد المالي والإداري. والمصيبة أنه أصبح الثقافة وأصبح الإنسان يتفاخر بهذا الشيء، يعني الذي يتلقى الرشوة أو يتلقى يعتبرها فد غنيمة أو فد كسب واضح. كذلك أن مساهمة الأحزاب المتعددة بأذرعها العسكرية ونفوذها الواسع في الساحة العراقية، حقيقة هنالك تجاوزات كبيرة على البلدية وعلى أمانة بغداد وعلى الخدمات العامة. ناهيك أضرب لك مثال، مثلا بغداد هذه اللي هي عاصمة العراق، المدينة العريقة التاريخية التي لها ما لها، وهي صاحبة ألف ليلة وليلة وإلى آخره. الآن بغداد خرابة أولا، ثانيا فوضى، ثالثا سيطرت جهات متعددة على القرار في داخل بغداد. أضرب لك مثال شرق القناة، شرق القناة فيه كانت مساحات واسعة، هي منها ضمن التصميم الأساسي مناطق خضراء، ومنها مدارس، ومنها أمور أخرى. الآن استولت عليها جماعات لا نعرف لمن ينتمون، وبكل جرأة ووقاحة أنه بدوا يوزعون الأراضي بشكل عشوائي وفوضوي وبدون دراسة. وأنت يمكن قبل حضرتك ما
ما تشرف بلقائك، كنت أناشد أنا أجد ناس بشاطئ التاج، ناس النخلة أقل نخلة عتن عمرها 50 سنة، وبالكرادة أيضا من أب وجد، تجي جهات تستخدم اسم الحشد الشعبي، صاحب التضحيات اللي أنطى دماء، يا بشيله يا عندك قرار لا، عندك محكمة لا، لأي جهة، والنوب يجيب كرفاناته ويقعد. لولا أنه الاتصال بجهات، وأنا أشكر السيد قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الثانية استجابة، هذه الروحية اللي عد الآخر، تعرف شو غياب الخوف من الدولة. أكو قضية كلش مهمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا عمتكم النخلة، تدري شو يسوون؟ يجيبوا النفط يخلون على قلب النخلة فتموت. هسه إذا تطلع الخط السريع من الدورة باتجاه الكوت أو كذا، طالع إيه هاي شايف على اليمين ظل أطلال، كل النخل ميت، هذا القلب، هذا 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 نفط يخلون على قلب النخلة فتموت النخلة. وفي مناطق شاطئ الجادرية وشاطئ الكرائدة وشاطئ الدورة نفس العملية، جهات لا نعرف لهم أسماء، لا أعرف من إلى من ينتمون، ومن هو الذي يدعمهم، ومن الذي يقف خلفهم، يقطعون ويوزعون ويلعبون. زين هاي القطعان السائدة هيك متنفذة بالدولة؟ متنفذة لأن وراهم جهات، لا يقولوا لي إحنا يعني أنا أعرف قسم من المصيبة، أنت ما تقدر تصرح لأنه أنت ما عندك دليل قاطع، إحنا عندنا نظر، عندنا معلومة، يقينياً ما عندي دليل، وبالتالي أكون ضمن المساءلة القانونية إذا ما عندي دليل وأتكلم، لكن هي المسألة واضحة، ومن يقف خلفهم واضح، لأنه التداول الموجود والجهات التي تشتغل معهم تقول هؤلاء يعودون إلى الجهة الفلانية، لكن ليس لديك دليل، وبالتالي عندنا حينما تتكلم هنالك مشكلة. ولهذا السبب أعتقد أن هنالك معرفة كاملة من أعلى هرم الدولة، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان إلى المحافظين إلى كل، يعرفون من هم هؤلاء ومن الذي يقف خلفهم، ويعرفون جيدا ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. بس ما يصير البلد كله يتفرهد، يتفرهد البلد، صوت الشعب يتفرهد البلد، الشعب ماذا يقول كلمته؟ الشعب المفروض يتخذ قرار. يعني أنا فوضة. قاعد ببيتي تجي الشيني تنتجي لك على جهة، هاي الجهة لا. هاي الجهة تدعمك، يقتلون يهددون. أنا البارحة إجت رسالة تهديد بطلقة المن؟ لأحد أقربائي، أي يبتزوه أو تقتل أنت وأولادك. ليش؟ وعندي رسالة، عندي يجوز أحولك إياها بعدين، على لأنه يشتغل، لأن عنده فلوس فلازم يدفع. يا سبحان الله. طبعا لازم يدفع، هذه فوضى، هذا ما معقول، هذا البلد هذا ما ممكن يمشي بهالطريقة هاي. يعني إحنا الناشد باسم الوطنية، باسم العشائر، باسم الناس، كافي فوضى، كافي، ملت العالم، ما معقول هذا اللي يصير، هذا جريمة. وانت مثل العالم. ما قلت حضرتك انه هذه الجهات الان مشخصة، هذه الجهات الان معروفة، معروفة يعني هل معقول؟ انا اعرفهم هم، انا اعرف واحد واحد، لكن ما عندي القدرة انا اقولهم لان ما عندي دليل واحد. يعني ذولا لاوين ذراع الدولة؟ طبعا مو ذراع، هم تبع، هم تبع لجهات، مو لا اطلاقا، هم شنو؟ نكرات، الله وكيل نكرات، ولكن يقف خلفهم قوة كبيرة، قوة مرعبة، ما معقول هذا. يعني أنا كنت أستمع للمقدمة مالتك بالبداية على الأذرع والمتنفذين واللي هم جزء من الحكومة، مرات قبلنا بهذا، لكن اليوم أكو اتجاه مخيف شيخنا العزيز بالتشكيلة الحكومية، هنالك أطراف مصرة على أن داعش تدخل إلى الحكومة وتستوزر وتدخل في مفاصل مهمة بالدولة، وهذا الاتجاه الجديد الذي يشرف عليه حلقات وشخصيات معروفة واضحة، ذيك هي ما لقينا فت صدى حكومي أو ردة فعل عنيفة من 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 الحكومة على مثل ذولا، ليش السكوت هذا؟ أنا أحكي لك، الانتخابات الأخيرة قبلها بشهرين بثلاثة بأربعة كنا متفائلين بأن الأوضاع ستتغير بالاتجاه الصحيح وسيقف العراق كانت هاي الأمان على طريق نعم. السكة الصحيحة لنصل به إلى بر الأمان، ولكن المفاجأة الكبرى أنه ثلاث ظواهر لم تكن على البال. الظاهرة الأولى عزوف الشعب العراقي عن الانتخابات، 80% من الشعب ما راح انتخاب، هاي ظاهرة. الظاهرة الثانية تزوير بنمط جديد غير مسبوق إلكتروني، يعني هذا فتشي ما على البال ولا على الخاطر. النقطة الثالثة حرق الصناديق
ودون وجود نتيجة. كانت أخطر رسالة هاي. نعم. يعني شوف، الموصل لم نخرج بها بنتيجة تحقيقية، سبايكر لم نقصر أحد ولم نخرج بنتيجة تحقيقية، حرق الصناديق لم نخرج بنتيجة تحقيقية، المفوضية العليا المستقلة الانتخابات مفوض فيهم أدلب شهادات عليهم، هو يطرد والمفوضية تعود إلى السلطة مرة أخرى. ماذا نحن فاعلون؟ وإلى أي اتجاه متجهون؟ لا أدري. هنالك قوة خفية، هنالك لاعب إقليمي، هنالك لاعب دولي، هنالك لاعب عالمي، هنالك عميل محلي، كلها تلعب دورا كبيرا في تدمير العراق. لماذا؟ لأن العراق. لأن العراق. بس إحنا قضية هتسدني على قولت يقول مرات رضينا بهن، بس ما تجيب لي داعشي يصير وزير، ومرات تجيب لي داعشي. طبعاً أنا البارحة تحدثت مع أحد الأخوة في وزارة الداخلية، وقلنا لهم يا بأن احذروا، أن احذروا، لأنه اليوم أكو مسلسل تشرف عليه حلقات، وبعدين إحنا شعب انطينا دم ضد داعش. أنتم اليوم تقبلون بهذا؟ هذا القبول على مضض، هذا القبول بتخطيط له، هذا منهج جديد الآن؟ أنا مدى أفهم. يعني هو واضح الموضوع. أولا أنت تدري المتغير بالسياسة العراقية عجيب غريب. أضرب لك مثالين سريع على سريع. أنت تتذكر في عام 2007 و2008 كان العراق وعلى رأس أعلى رأس بالدولة في ذلك الوقت الأستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء، كان اتهم سوريا هي وراء كل العمليات الإرهابية التي تجري في العراق، وقال سأقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. نعم ذكر. أيوة. الآن أعز الأحباب هم سوريا، ورجعنا معهم، وقواتنا اللي تتبع بعض الجهات الآن هناك، وإحنا الآن لا أدري هذا الانقلاب هل هو ذاتي أم هو مأمور أم هنالك جهات، لا أدري. هذا مثال بسيط يعني أضرب لك على السريع. فلذلك السياسة العراقية الحقيقة مو، أنا دائما أقول ليس هنالك إرادة سياسية في العراق، ولهذا السبب القرارات تخرج متناقضة غير يعني طبيعية. أنا من باب حكمة قلتها أكثر من مرة، بالسياسة ليس هنالك عدو دائم ولا صديق. واضح. لكن في كل دول العالم تتنازل عن أي شيء إلا الدم. لا والسيادة. دمها السيادة. ودم أبنائها مستحيل أن تتنازل عنه. اليوم إحنا شفنا هاي الطبقة دم العراقيين عتها رخيص جداً باعته. ولذلك شوف حتى الآن ما أعرف التدهور وين ممكن أن يصل إلى حد. أولاً شوف، هي مو بس هي العملية كالآتي: الأمن الغذائي، يعني الأمن الاقتصادي والأمن العسكري والأمن الاجتماعي المجتمعي، هذا كله من واجبات الدولة. نعم. يعني لها سياسة لازم ترسمها. الآن مثلا احنا لأربع سنوات متتالية نخرج مئات الآلاف من الطلبة وليس لهم فرصة عمل. أين يذهبون؟ من أين يعيشون؟ 200-300 كيف يتزوجون؟ هاي واحد. 16 سنة الزراعة تتراجع، 16 سنة الصناعة تتراجع، 16 سنة الخدمات تتراجع، 16 سنة المجتمع يتدهور. هل هذا منطق؟ يعني احنا كنا نأمل انه اغلب المعارضين العراقيين اللي اجوا من برا هم عم عايشين باوروبا او بايران، والاقل بسوريا، وذن ثلاثة ان كان متطورات عن العراق. يعني عندهم، يعني المفروض ينقلون خبراتهم، ينقلون ما شاهدوه من تطور عمراني وأخلاقي وتطور تقني وسلوك وحفاظ على المال العام وانضباط لكن شو جوني يا ستار يا حافظ عبالك مهروش وقع بكروش، ماذا دفتم شو القضية؟ قام بلا رحمة كل شيء استباحوه. هذا مو منطق وهذا مو معقول. فعليه الآن إحنا مستبشرين خير بوجود دولة رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي، هذا سليل الأسرة الكريمة،
وصاحب ووالده أحد بناة الدولة العراقية، وهو إنسان ذو أخلاق عالية ومتعلم تعليم عالي، فهذا واجبه أن يقف بوجه هؤلاء وهو مخول. وإذا لا يستطيع، أنا أقول له كأخ، إذا لا تستطيع لهؤلاء، والله حافظ على سمعة عائلتك وسمعتك الشخصية وتاريخ أهلك، أقول لهم أنا ما أقدر وبطلت، لأن يعني أنتم ما تتعاملون وياي، فأنا ما مستعد لهذه المهمة اللي هي أثقل من الصقر. يعني أنت بالبداية الحديث اللي صار، أكيد السيد عادل عبد المهدي يدرك هذا الحديث كما تدركه أنت، أو يدرك الموضوعية أو الطريقة اللي موجودة. الآن قوة تحتكم على كل شيء. عادل عبد المهدي حتى ما معروف الكتلة التي تقف معه، الكتلة اللي يجب أن تسنده، شلون راح يقدر بمفرده يحارب ناس محتكمة على الأرض وما تحت الأرض؟ أستاذ عادل عبد المهدي اعتمد على قضيتين رئيسيتين، وهو إجا مكره أخاك لا بطل، يعني هو ما أجبر عليها الرجل، لأن أقنعت جهات مهمة وقبل المهمة على أمل أن يتعاونون معه. القضية الأولى أن المرجعية الدينية الرشيدة بزعامة الإمام السيستاني هي رادت شخص غير متحزب، بعيد عن هاي الأجواء اللي هي تعتقد أنه المجرب لا يجرب. هاي نقطة. النقطة الثانية، كل الكتل السياسية قالت له قدم حكومتك على مسؤوليتك، لكن اتضح هذا الكلام غير دقيق، بحيث الكل تتدخل. هسه وزارة الدفاع ايش قصر عليها؟ رشحنا واحد من احسن ما يمكن، خلق ونزاهة وشرف ودين، نعم، ومهنية، وقفوا ضد مجموعة اعوذ بالله وقام يكلوا للاتهامات الغير دقيقة، والمحكمة برته، ومع ذلك ما حصل الموقع لسبب شنو؟ لأن يردون شخص آخر على مقاساتهم وليس شخص على مستعد ينطع عقود الوزارة لهم. أنا أحد النواب في هذا البرنامج قالها، بالتالي ذولا ما زالوا متنفذين. إحنا عندنا طموحات وآمال كالتي أنت تتحدث عنها، والشعب عنده طموحات وآمال، وماكو حكومة حرة، لا يمكن أن تكون حرا في حكومة وتعمل مع تماسيح بهذا الشكل. ما ممكن لما تقعد مكالك إنها حشرت حشاك، يعني انت تقعد هنا تفصل لك الوطنيه ثياب وتغزل لك الوطنيه غزل وتسويها ضفيره وتقدمها للناس، وهي مجموعه مافيات ولصوص وسراب، وتريد حاكم يجي يشتغل وياها. الشعب يعرفهم واحد واحد، يعرف الشعب، يعرف ويدرك، يعرف منو عدوه ومنو له، يعرف من الحرامي ومن النظيف، يعرف من الشريف والغير شريف، يعرفهم واحد واحد. ولكن الشعب أعزل أمام قوى رهيبة. خليني أخذ هذا الفاصل شيخ. تفضل مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نتواصل. الهوية، طفل عراقي نازح. عنوان السكن، لا بيت لي ولا عنوان. أطفال عراقيون يفترشون الخيام، يشكلون نحو نصف عدد النازحين في العراق، يواجهون مخاطر جمة كفقدان فرص التعليم، الاضطرار للعمل ساعات طويلة، أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم، تعرضهم لخطر الدهس، تعرضهم للانتهاكات الجنسية، بحسب ما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية. مئات آلاف الأطفال النازحين في العراق حياتهم في خطر، خطر التجمد وانخفاض درجات الحرارة، خطر الفيضانات التي تجتاح العراق بين الحين والآخر، خطر العيش تحت خط الفقر، خطر العيش في مساكن متداعية تفتقر إلى وسائل التدفئة، بحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. إذن فمن لأطفال العراق النازحين اليوم؟ من جديد اهلا بكم. شيخنا اكو مثل عده لنا قبل، يقول عايف امه وابوه يركض ورا مرتبه. بلد مليان مشاكل ومليان اخفاقات
ومحفوف بالمخاطر، إضافة إلى أماني مكبوتة. الجماعة كل شيء ماكو هنا صبحوا بإسرائيل، وهسه هاي مو احنا نسولف، نسولف انا وياك، ياكلوا الروس، اسرائيل اعترفت. يعني انا من هذا، او هل انا وانت نستطيع ان نتفق انه الولد قاموا يشعرون انه الخطر قادم، وبالتالي بدوا يبحثون عن حليف او عن قوي. ولما راحوا لاسرائيل، اسرائيل ما احترمتهم، فضحتهم. ايش تقرا بهذه الصوره؟ اولا اليوم طبعا انت اكيد سمعت كاعلامي انه اسرائيل رفعتنا من الدول العدوه. الله يبشرك بالخير. أعتقد سمعت بها. أي. أنا أتذكر سنة 2008 بالدورة الأولى، النيابية الأولى، أنا كنت جالس بالصف الثاني وأمامي الأستاذ مثال الآلوسي وكريم أبو أيمن الله يذكره بالخير، كريم العنزي، والأستاذ هادي العامري وبقية النواب. فالأستاذ المشهداني كان رئيس المجلس، فتح الجلسة، فتكلم الأستاذ كريم العنزي أنه أكو شخصيات رايحة لإسرائيل أو زائر إسرائيل أو وفد إسرائيل، فصارت مشاجرة عنيفة جدا، وتكلم بالبرلمان. وتكلم الأستاذ مثال الآلوسي بقوة وجرأة، واتهم السيد هادي العامري والسيد كريم العنزي بالعمالة لإيران، واتهموا بالعمالة لإسرائيل، وأصبحت هنالك معركة بالبرلمان بالبوكسات في وقتها، وأنا حاضر هذه الجلسة. هذا الخبر ليس جديدا، ولكن مسكوت عنه. أنا لا أدري هل فعلا هي الأسماء نفسها اللي ظهرت، أم أكو أسماء أخرى، أم هؤلاء لم يذهبوا. أنا حقيقة ما عندي هاي المعلومة، أنا قريت هاي الأسماء، بس يا ترى صحيح مو صحيح؟ لكن 100% أكو من يذهب لإسرائيل، وأكو شهادة من الأستاذ المشهداني نعم قال نعم أكو وفود تذهب لإسرائيل. سأل المذيع من هم؟ قال له اذهب لقبرص واعرف. سأل المذيع ولماذا قبرص؟ قال لأن المحطة هناك قبرص، هي السوق والبازار اللي يودي لإسرائيل. فيبدو لي أن هاي المعلومات بها نوع كبير من الصحة بشهادة ناس مهمين ومسؤولين. هذا التكرار بهاي القضية وفتح موضوع من هذا النوع، هو قد يكون هو السير باتجاه سياسة التطبيع مع إسرائيل. هل هو جزء من خطوات تمهيدية للحكومة في المرحلة المقبلة؟ هل هي إشارات بالتالي إحنا يجب أن نرتكن إلى القوي لأنه ظروفنا الجاية غير شكل؟ ومرة تجي تقول لك يجب أن ترجع إلى الحاضنة العربية. يعني هذه الحركة الأخطبوطية ما وضحت المعالم، هاي من يديرها؟ أصلاً لو نرجع إلى أصل الموضوع، هو تدمير العراق لمصلحة من؟ الدرجة للمصلحة إسرائيل طبعا. أنت تعلم وكل الذين يشتغلون بالسياسة يعلمون أن الأمة العربية برمتها هي تقودها ثلاث دول رئيسية، والآن أضيفت لها دولة رابعة. الدول الرئيسية اللي قديما من العقود لها علاقات مع إسرائيل، لا مو على العلاقات، لا مصر، سوريا، العراق، والآن المملكة العربية السعودية أيضا أصبحت لاعب قوي جدا. فحينما دمروا مصر، وحينما دمروا سوريا، والآن دمروا العراق، إذا لا توجد أي مقارنة بيننا وبين العدو الإسرائيلي من ناحية القوة والكفاءة. هسه أنت هاي أولا نعم. حتى أرجع أوضح لك الفكرة. فالآن العراق احتل من قبل دولة هي راعية لإسرائيل، وكل الدول المتحالفة معها أما راعية أو صديقة أو متعاطفة أو مساندة لدولة الكيان الإسرائيلي، هاي حقيقة. فلذلك إحنا ما نستغرب أنه أكو نفوذ إسرائيلي بالعراق ولو مخفي، أو عن طريق السفارات، أو عن طريق العملاء،
أو عن طريق يعني باسم وكالة، باسم جمعية خيرية، باسم إعلام، باسم هذا موجود، ولكن ينتظرون اللحظة المناسبة لتوليد القناعة لدى المواطن العراقي وتهيئة الرأي العام لإعلان. يعني أنت هسه إذا يجيك واحد من هاي الناس اللي راحوا لإسرائيل يقول لك يابا أنت بموجب قوانينك السفر لإسرائيل مو محرم. مو محرم. مو محرم. قبل الجواز العراقي عدا السفر عدا إسرائيل. ايه؟ وبالتالي ليش هالضجة هاي؟ نعم. اليوم السيد رئيس مجلس النواب يشكل لجنة تحقيقية للتحقيق في وضع سفر الأخوة إلى إسرائيل. يجي ليش تحققت؟ أنت بقانونك مو ممنوع. ما ممنوع. ايه؟ صحيح. ما ممنوع. صحيح. ولذلك أنا أريد أرجع على قضية هي صارت مستهلكة كثر الحديث بها، المناصب وبيع المناصب حديث بالأطر العامة، لكن لما هنالك تصريحات تتوقف عندها، لما يطلع قيادي في تيار الحكمة يقول وصل سعر المقعد لبعض البرلمانيين 3 مليون دولار، هذا تشخيص ورقم والقيادي معروف ويقول قدام الشعب العراقي، ما شفنا أكو ردة فعل بالمساءلة للتحقيق للوقوف إم القيادي لما يسألوه يابا منو هذا النائب، يتحول لشاهد في قضية، وكأنه الخطاب هذا بإهانة متعمدة للشعب العراقي، بإساءة، لأنه جرائم من هذا النوع أنا أسميها جرائم مخلة بالشرف، وصار البوح بها ما حد يستحي منه. ليش هذا التماهل؟ القضية هذه شائكة ومتشعبة، هذه استخدمت لأكثر من دورة قضية بيع المناصب، ومشتركة بها قوى كثيرة. بالإضافة إلى بيع المناصب أكو مشكلة ثانية جنابك تعرفها، هي المكاتب الاقتصادية، اللجان الاقتصادية للأحزاب، هذه أيضا تسرق من واردات الدولة باسم اللجنة الاقتصادية لصالح الحزب أو المجموعة أو الكتلة أو الجهة، فالعراق مستباح. أنا مو هذا سؤالي، سؤال الناس دا تصرح علنا، وقد يكون هذا الرجل ماكو سؤال، ماكو مسألة، هذا ماكو مسألة، ليش تمر؟ ليش ما تعتبر بلاغ على الهواء؟ سؤالي سؤالك ولا بلاغ، أكو قانون وأكو قضاء وأكو يسموه المدعي العام. ايه ايه. المدعي العام هو نيابة عني وعنك، هذا مدعي عام عن المال العراقي، عن الروح العراقية، عن الكيان الشخصية العراقية. يفترض المدعي العام مجرد أن يسمع هيش خبر هو يقيم دعوة، هو يطلب التحقيق لأن هو واجبه هذا، لكن لا الادعاء العام ماخذ دوره، ولا الدولة العراقية ماخذ دورها، ولا المؤسسات، هذا اللي أنا أسأل، ولا النزاهة ماخذ دورها، هذا اللي أسأل. ولهذا تدري ليش؟ لأن الكل خائفين. أنا هذا كان مدخل أن أصل لهذه النقطة. الآن نظام الادعاء العام بالعراق يختلف عن الادعاء العام في مصر. ماكو. الادعاء الآن جزء من المنظومة القضائية. وهذا الادعاء يفترض هذه ينفصل يطلع. ولذلك إحنا الآن لماذا رسالة إلى البرلمان أن نوجه بتغيير طبيعة عمل الادعاء العام، لازم يكون ممثل للشعب في تحريك هذه، مستقل ليس عن المنظومة القضائية قاضي. وتحريك نعم. دعاوى نعم. اليوم أنت في البرنامج تقول معلومة، أنا أقول معلومة، قيادي أولا حتى ننضج الخطاب، ثانيا نخرج من خانة الاتهامات المتبادلة، ثلاثة نخرج من التشهير والكرات المتقاذفة. نعم. يعني ليش ماكو إدراك أو وعي لطبيعة وحجم هذه المهام؟ يعني أعتقد السياسيين استغلال وضع الشعب العراقي. نعم. أنت تعلم أستاذ نجم العراق من سنة 58، أنا نعم. بعض يقول من سنة 68، لا أنا أقول من 58. أي. من 58 ل2003 تحت حكم دكتاتوري، أنظمة عسكرية شمولية دكتاتورية. نعم. بمعنى المواطن خلال هذه الفترة فقد كل إرادته وأصبح خاضعاً لرغبات القائد أو الحاكم. نعم. أو نعم. السلطة، فغابت عنا كثير من الرؤى وكثير من الحقوق اللي هي كمواطن إلى حق بها، وبالتالي انسحبت إلى المرحلة ما بعد السقوط. لكن الآن يجب على وسائل الإعلام ووسائل الثقافة والمتنورين والمنورين للشعب العراقي أن يعطوه ما هي حقوقه وما هي واجباته،
فحينما يعلم المواطن أو الشعب العراقي حقوقه سيقف بوجه هؤلاء الأفراد. واحد من الموانع أو واحد من مصادر القوة في حقوق الناس هو الادعاء العام. نعم. الادعاء العام. الادعاء العام. يعني أنت شايف بالمحاكم الادعاء العام دائما يقف مع الحق مع العام. مع الحق العام. للمواطن. نعم. ولذلك هي هاي الآن. هو هذا واجبه. المفروض. هذا واجبه. يأخذ دوره. حقوق هو معين نيابة عن الشعب العراقي. هو تعيينه بالدولة بالسلطة القضائية كمدعي عام عن العام عن العامة عن الشعب عن الناس. فهو المفروض يطالب بحقوق الناس. الناس وين يروحون وعليه من يشتكون من يدلون؟ انت شغلك مدعي عام تعرف هذا واجبك وذول سراق وذول حرامي. لذلك شوف هي الان الجزء من السياسة التي يتفق الكل على انها سياسة مقصودة. هذا سياسة الفوضى. ولذلك هاي اللي انت تروح لبيوت الناس تقول له تعال انطيني اياه يحط له ظرف وبي طلقه يعني ياخذ قاع فلان مشكلة. يهدد ليش؟ لانه يعرف انه اذا حكيناها بالتلفزيون ماكو واحد يتابعها واذا القانون معه. انا اريد اروح الى منطقه اخرى بقضيه الحكومه. العراق يمر بظروف ضاغطه وصعبه ومتازمه على مستوى الاقليم والمستوى الدولي. حتى الوضع الداخلي محشور مضغوط. قضيه كركوك الان على وشك ان تنفجر من اجل قضيه علم. التحالفات السياسيه اللي موجوده ايضا تحالفات هشه وغير. اكو صراع خفي وصراع معلن بين هذه القوى. تعتقد يعني ما هي المرتكزات او عناصر القوه التي يستند عليها السيد عادل عبد المهدي في مواجهه ازمات من هذا النوع بالداخل والخارج؟ اولا قضيه كركوك اثيرت مؤخرا بطريقه مفاجئه الحقيقه. وهل انا هل اربط الاحداث الاخيره إلها دور بالموضوع؟ بمعنى أي أحداث تقصد؟ نعم، زيارة ترامب للعراق، وصول وزير الخارجية الأمريكي، وصول مسؤولين إيرانيين للعراق. هل هو صراع أمريكي إيراني؟ هل هو صراع بين القوى المتنافسة؟ هل هو لغرض إسقاط حكومة عبد المهدي؟ أنا حقيقة كلها تداخلت عندي ولماذا أثيرت في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أن موضوع كركوك موضوع كما تعلم هي من المناطق اللي تسمى المتنازع عليها أو المختلف عليها. فبالتالي هذه هي من ضمن الخاصرة الضعيفة في جسد الدولة العراقية. وعلى المسؤولين العراقيين أن تحل هذه القضية بشكل ودي مع الأخوة الكرد وبطريقة ضمن القانون والدستور العراقي لإنهاء هذه المشكلة. لأنه أعتقد إذا كانت الآن لن تثار أو يسكت عنها ستثار لاحقاً 100%. لأنه أنت المشكلة مشرعن هاي القضية بالدستور. أي. ماكو واحد يكتب فقرتين بالدستور مؤلمة جداً. العراق بلد مكونات والمناطق المتنازع عليها. المناطق المتنازع عليها تكون بين دول. لا وبعد واحدة ثالثة أخطرهم كلهم. لا يجوز تعديل أو تبديل فقرة بالدستور إلا بموافقة ثلاث محافظات. هاي كارثة. أي. ثلثي ثلاث محافظات. شو نرتبها وشو نرتبها هاي؟ ما تدبر. يعني معناه الدستور هذا مستعيد غير. يعني هم الجماعة من لحظة كتابة الدستور أو من لحظة انطلاق مجلس الحكومة. يبدو لي هنالك قوى الخارج المعارضة التي جاءت استطاعت بذكاء أن تحصن نفسها بكل شيء. لما تجي علي على الدستور قال لك الدستور. الدستور. لأنه هو حامي حزبه ومصالحه. نعم نعم. واتفاقاته من خلال الدستور. بدوا يقون أصبحوا أقوياء جدا. إزاحتهم صعبة جدا صعبة. أموال وسلاح ورجال وقصة عجيبة غريبة. يعني فتشي مرعب. يعني أنا استمعت أنت وكل إحنا استمعنا من خلال الآن لما يتحدث الأخوة المسؤولون عندما يقولون أن المرحلة الحالية هي تختلف تماما عن المرحلة السابقة ويعطون أن نجاحاتهم أو عناصر القوة في هذا الموضوع أنه الآن التحالفات هي ليست تحالفات طائفية. عبرنا المشروع الطائفي الآن السنة والشيعة لكن هي تحالفات غير منتجة. طيب أنت إذا عبرت المشروع الطائفي أو المذهبي أو العرقي أو القومي عبرته زين ليش ما نجحت فيه؟ ليش تحالفات ما زالت هالشيء؟ ما عبروه. من يقول عبره؟ لكن الشيء الوحيد اللي ظهر بالآونة الأخيرة أنه البيد الخيوط هو شخص واحد وبالتالي استطاع إقناع الجميع بالذهاب بالاتجاه الذي يريده.
هذا اللاعب هو اللاعب الإيراني. الآن سنة شيعة كراد أصبحوا الحقيقة الإيرانيين متمسكين بالخيوط التي تجمعهم، وبالتالي أصبحت هنالك عدم وجود المناكفات بينهم، لأن يعني هذا احنا ليش نلوم إيران؟ ما لا لا أبدا، إيران دولة يقول لك أنا عندي مصالح. لا لا أنا لوم، أنا ما لوم، إيران أذكى السياسيين. إيران دا تلعب لعب صحيح يخدم مصالحها، لكن العلة عندي. يقول لك الإيراني أنا ما هنا. أنا أنت لقيتك بذنق وركبت فوق. شو أسوي لك أنت؟ بالضبط صحيح. أنت ما عندك وطن، ما تحترم وطنك، ما عندك مقدسات، ما عندك غيرة، شو أسوي لك؟ فأنا أنت تبيع وأنا أشتري. صحيح رجال أبدا والله. العلة بالمنفتحين، قلت ليس العلة بالدول التي تتدخل بالعراق، العلة بالعراقيين الذين قبلوا التدخل. أنت إذا ما تعز وطنك ومدنق للإيراني ومدنق للخليجي أبداً ومدنق للأمريكي، هذا مضبوط. أنتوا ما عندكم كرامة، لكن هذا الشعب إلى تاريخ. طبعا تاريخ عظيم، إلى تاريخ وإلى مواقف وبرجال والله من ندمون. تقول ما تدل لعالك حشب نقول بوشة. صحيح. أكو أيضا يعني أنا دائما في هذا البرنامج أركز على قضية أن نميز يا هل يكذب ويا هل يصدق. إحنا في طبقة سياسية سبحان الله مسيلمة تلميذ صغير عندهم. هذا مسيلمة الكذاب اللي كتب التاريخ عنه يبدو لي هل قدو تيمه. يابا إحنا حتى نطلع الحية من الزاغور، أكو قضية سيد عادل عبد المهدي، ناس تقول الطينة مثل ما تقول الحرية كاملة، وناس تقول عليها ضغوطات، حتى نصل لقناعة مشتركة 50 ناب يوقعون باستدعاء السيد عادل عبد المهدي قدام الشعب العراقي. يابا انت مضغوط عليك من الكتل لو ما مضغوط؟ جاوبنا على السؤال، من اللي يضغط عليك لو انت حر؟ حتى باكر انما السيد عادل عبد المهدي يقول يخلي شماعة نوقف لي قدام، وقفناك بالبرلمان استدعاء، ليش ما يصير هذا؟ شو رأيك بهذا المقترح؟ أنا أحكي لك، أنت تدري وأغلب المهتمين بالشأن يدرون أنه ما أبالغ إذا أقول أكثر من 80-90% من النواب هم لم يصلوا إلى قبة البرلمان بأصواتهم، وإنما وصلوا بأصوات الكتل، وبالتالي ليس هنالك إلا عدد محدود جدا من النواب الذين يستطيعون أن يتمردوا على قادة كتلهم، وبالتالي السؤال هذا مستحيل أن يسأل رئيس الوزراء من قبل هؤلاء النواب أمام الشعب العراقي ويحرج قادة الكتل والكتل، وبالتالي يكون المسؤولين أمام الشعب العراقي، فبالتالي لا ينتج ولا يمكن أن يكون مثل هذا السؤال أو هذا التوقيع. ماكو خوف شيخنا؟ يعني يبدو لي ماكو، يعني البارحة أنا واحد يحكي لي قصة على عن شخص يقول يطلب له 16 مليار دينار، مخابر واحد كبير قال له يا بهيج ويج، قال له 6 إلية بالتليفون 6 إلية عملة، فهذه أصبحت يعني بازار بالتعامل اللي أنا أريد أوصل له. إلى الآن ماكو خوف حقيقي لا من الله ولا من الحراك الشعبي ولا من القانون، وبالتالي هاي المسلسل الانهيارات المتكرر. هم أغلبهم أحزاب إسلامية مو؟ إحنا عندنا الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب أو المكان المغصوب لا تجوز به الصلاة، تمام؟ ثلاثة أرباعهم ما يدفعون إيجار الأماكن اللي هم ساكنين بها، غير خدمة جهادية، معناها مغتصبة. وبالتالي هم صلاتهم أول مرة خلي صححوها بمكان نظيف، ساوي يبوق ويصلي شي يسوي مشكله؟ ليش هو هذا اللي اقوله، ليش يصلي وش يسوي بالصلاه؟ هم اجوا باسم الله، باسم الاسلام، باسم الدين، باسم المذهب، لكنهم بعيدين بالسلوك والتصرف عن المفاهيم اللي زرعها الدين والمذهب وما اراده الله سبحانه وتعالى للانسان. حقيقه مشكله، احنا عندنا معاناه، احنا عندنا الزواجيه، ناس تشتغل بطريقه عجيبه غريبه، ناس ما اعرف يعني هل هم تغيروا جدا وصلوا الى مراحل خطره؟ ما اعرف لا، هو الوصول الى المراحل الخطره او الدخول بالمناطق الخطره بالصراع يبدو لي بداوا يدخلون بها. يعني البارحه انا اسمع تصريحات لقيادين واعضاء في كتله الاصلاح وفي كتل سياسيه يقول اصبحنا نادمين على ترشيح السيد عادل عبد المهدي. زين على قولته هن
هو لا فاح ولا تبدل. شنو هذا الذهاب بهذا السير او الخطاب بهذا الشكل، تعتقد السيد عادل عبد المهدي يقدر يكمل مع هذه القوى؟ والله انا قايلها تراجع يعني، تراجع مبكر يعني، انقلاب مبكر. من الصعوبه اذا استمرت هذه الامور بهذه الشاكله ان السيد عبد المهدي سيستمر، ربما هو سيترك، لانه لا يمكن يعني، ما معقوله احنا بدون وزير داخليه ووزير دفاع صار لنا 6 اشهر، انت ما تعرف ايش بده يصير بالشارع، ترى الشارع منفلت، مو معقوله يعني، هذا انت وزاره ما بيها وزير، ويعني ما معقوله هذا، ما ممكن هذا، ماكو دوله بالعالم اهم وزارتين بكل دوله بالعالم هي الدفاع والداخليه ان تترك 6 اشهر بدون وزير. بيهن فلوس شيخ، بيهن فلوس يعني، شلون احنا نجيب نسوي وزير نحلفه بالعباس؟ والله اعتقد انه المساله حتى اصبحت ميؤوس منها. يعني هذا المخطط الان مثل ما انت كنت تسولف، هل هنالك تشعر انه فعلا اكو مخطط خارجي لاجهاض حكومه عادل عبد المهدي، وبالتالي هنالك ادوات الان ترغب للسير في هذا المخطط؟ واضح الموضوع، يعني حكومه عادل عبد المهدي هي جاءت لظروف كان الشعب العراقي والاوضاع لا تتحمل ان ياتي رئيس وزراء من القوى الموجودة في الساحة السياسية التي اشتغلت من عام 2003 إلى عام 2018. زين. بسبب شعبي وسبب آخر مهم جدا هو تدخل المرجعية الدينية كما هو معلوم. ما قال رحيم الدراجي، قال المرجعية هي اللي رشحت بالضبط سيد عادل. أنا أحكي لك. وبالتالي قال نقلوا قبل الحكومة بـ6 اشهر إلى المنطقة الخضراء. وبالتالي فهو خيار لا يستطيعون أن يعملوا شيء أمامه، لكن يعملون بطرق خبيثة للإجهاض عليه والإجهاض على حكومته، وبالتالي يقولون رجل فشل ويذبون الفشل عليه، هذا اللي هو. خليني إذا أنا فهمت بين السطور، تريد تقول أنه الذين تضرروا من ترشيح السيد عادل عبد المهدي من خلال المرجعية يرجعون الضربة؟ ربما. ما تفسر اكثر من هذا؟ اي هو يعني واضح القضيه الان. شوف يعني السلطه بالعراق مو خدمه، السلطه بالعراق مغنم. بس ما ظل شيء الى اعتبار وقيمه امام هذا القوى اللي طوله تسحقه، لان هي ما عندها مقدسات، يعني ما عندها خطوط حمراء. يعني اتفق معك، ولكن هذا الذي نشاهده أن أغلب القوى السياسية النافذة في العراق لا تعير أهمية لأي شيء. يعني أنا قد يكون هذا السؤال الأخير ما عندك إجابة سريعة، يعني أكو بعض السلوكيات من قبل القوى وقادة سياسيون مرات تلقاها صبيانية، خلي أسميها. إجا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، راحة وقاعدة مع الجماعة، تخيل عباس لا تسحب القوات الأمريكية، يطلع واحد منك يقول لك نطالب بانسحاب القوات الأمريكية وإلا سنعتبرها قوات احتلال وراح نقتل، هذا متشلب وذاك يدفع. زين رئيس حزب، رئيس قائمة، رئيس تكتل، شنو يروح يقعد مع وزير خارجية الدولة؟ هل يتحدث باسم الدولة؟ هل يتحدث باسم الحزب؟ هل هو ملزم بالاتفاقات مع وزير الخارجية؟ زين ليش ماكو الدولة، ليش ما تمنع لقاءات من هذا النوع وتجرمها؟ شنو واحد يطرد المحتل وواحد يبوس بالمحتل يبقى؟ ويا من احنا نصير؟ انت دائما تستخدم كلمة دولة. الدولة تعني مؤسسات، تعني اختصاصات، تعني عدم تداخل بالصلاحيات. لا يوجد في العراق هذا، توجد سلطة والسلطة متعددة، كل قائد حزب هو سلطة، كل محافظ هو سلطة، كل وزير. الدولة ليش تسمح؟ الحكومة ليش؟ رئيس الوزراء ليش يسمح؟ فلذلك أولا ليس هنالك رقيب، ليس هنالك محاسب. النقطة الأخرى، أغلب للأسف الشديد يعني أبسط قواعد البروتوكول الدولي ما يعرفوه،
ما مصدقين. هذه مصيبة. يعني قبل من تأسيس الدولة العراقية سنة 21 وما تلاها، يعني كل موظف كبير بالدولة العراقية يدخل دورات لحتى كيفية الأكل، حتى كيفية التصرف، حتى كيفية اللبس، الأتكيت والأعراف. إحنا يعني الحقيقة يجيبوه من الباب للمحراب قبل. رئيس حزيم التقب بزير الخارجية الأمريكي، التقب الخارجية الفرنسي، زين ما موجودة، وبالتالي يعني ترسخت هذه لأنه لا رقابة. الآن السيد عادل عبد المهدي الآن على رأس السلطة، السيد محمد الحلبوس رئيس البرلمان، حدونا من هذه الظاهرة مشكلة. لأنه صارت معيبة، معيبة وعيب. وبعدين اثنينهم ذولة، هذا يبقى الأمريكان يبقون والأمريكان اثنينهم بتحالف سياسي واحد. وشلون ذولة راح عندهم قدرة يتفقون أو يخلقون خطاب موحد لقيادة مجتمع أو خلق حكومة؟ طالبنا بخطاب سياسي موحد. نعم. خاطبنا بعدم التناقض بالتصريحات بين المسؤول العراقي، خاطبنا أن يكون الحكومة كلام واحد وسلوك واحد. هذا ما لا يحصل، والأسباب اللي أنا ذكرت لك إياها. أنا أشكرك النائب السابق الشيخ عدنان الدنبوز، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدي الكرام. تابعوني غدا وحلقة جديدة من بغداد.